خليتي يا بنتي اني عشان اخويا بنتي بقى انسانه دوزنا انا وياك وحكي ايام انتي ما صدقتيش مثالا ولا بحال هكا ما تفهمناش صافي بقات بيناتنا ديك العشرات ديال تسولي فيا نسول فيك صافي ما عجباش الحال ولا كنا تعايرنا ما عندناش مشكل فهمتيني حيت بنادم انت تعاود له اخي السريره ديالك تولي ضربك باش تلاحق فهمتيني هذا هو المشكل. ما كاينش مشكل شي انا والله شي فيها 70000 عيب والله ما نقدر نجبد لها عيب اللي فيها ونجبد لها عيب فيها واحد بكي ليله كامله ولكن انا ما نقدرش حيت انا ربونا الكلمات وربونا خويا العدل والوقت رباتني انني ما نظلمش وما نحقرش واخا ربي ربي يسمح لي اخويا العزيز تنستاذ مثلا ونعرف بنت معاهم ونكتبش الله حيت انا اول بنت نعرفها انا خويا العزيز صافي نتعلق بيها صافي تنكون عوان بيها ولكن تنشوف شي حوايج فيها ماشي هما هادو تنتهرب حيت اللي يدير مع شي واحد جنبو شي حاجة وتشوفو تيدير معاه عكاك اللي يدير مع التانتة فهمتي العزيز صافي من الأحسن بنادم يسد شوكتو بلادم أنا بغيت نسد شوكتي بلادم حيت هي جات من عندها ماشي من عندي أنا فهمتي العزيز أنا ما تنقول لا عطيني لا والو مجرد تعرفت عليها بقات لي كنت باخر خدام وعندي مشاكل دابس مع شي واحد مثلا داز خرج وسط الخطيه باش صلحت هذاك المشكل اللي كان عندي المهم تحت فهمتيني العزيز تحت موقع مشات لي تريبورتور مشى لي للرزيق اللي كان عندي قاطعته من رجلي عاوتاني هذيك الدابسه بقيت جالس المهم هذيك الوقيته هي فاش تعرفت عليها شي 5 شهور شهور عاد هي من تعرفت عليها خويا العزيز صافي بقيت معاها قدام واحد الايام كدا هذا بقات المهم تشوف شي حوايج انا ما تعجبوني صافي بديت نتعامل معاها بنفس الطريقه اللي تتعامل معايا بنفس المعامله ايوا لا حول ولا قوة الا بالله شي خويا العزيز اقسم بالله في الاول هضرتي معايا حسبتي فريق حيت انا الفريق حاط هاد اللعبه هادي فهمتيني شي برنامج ديال الزواج برنامج ديال الزواج لا انا كنت بريحة هذيك لقيت هذيك شي دعاج راه كندا وكدا وكنت نحاول فهمتيني الا كنت والله نخرج برا وفاش قلت لي انا حسبني فري مع انا بريحة فهمتيني وكيفاش هضرت معايا عرفتها وهي ما مريم بغاتش تبغات تسب وكدا خليها تكون احسن مريم نعم اخويا سي محمد ها هو معك ماشي صافي قبل ما تدوز الى خويا سي محمد لحق صافي اللي كانت ساهله سمعني نهضر معاك في الهضره سمعني نهضر معاك في الهضره سمعني نهضر معاك في الهضرات سمعني نهضر معاك في الهضره معايا بالمنطق ولا تهضري معايا بالمنطق انا امكاني نصونع عليها بيني وبينها ولكن هي من صغرها انا نهضر هنا فهمتيني شوف انا نهار اللي تلاقيت كولد الناس ما تلقيتش منك دار ما قلت لك كسيني ما قلت لك صبطني ما كنت كنحقر عليك ما كنت كنقول لك هادي ما كنت كنقول لك هادي سمعي نهار اللي تلاقيتك انا تلاقيتك عقلت انا هي ناوي الزواج كاينه ولا ما كاينه؟ وانا درت معاك شي حاجه بالعيب وانا دابا الحاليا ندير معاك شي حاجه تعيبني تبيني داير معايا العيب هو هاد حاجه تعيبها قولي لي حتى حدث زيد لي عيب جرحتيني بزاف جرحتيني بزاف شنو هاد العيب اللي درتو معاك؟ اصبر 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 حنا قدام هاد الناس قدام هاد العالم من نهار تلاقيتك لهنا قبل ما تدوزو هاد الدرجة الخايبة عمرني يا كنت كنتقاتل معاك غير الخدمة كنقول لكم الخدام راه خصك تخدم انا كنت مع واحد الناس اللي هما كانوا
هذه الليله وذكرنا هذه الليله هذه تمات وليت تخرج تنصافر انا من النوع اللي تنخاف وفرض نصافر وتنخدم ونبيع ونشري جوج ماكانات ونربح فيهم 100 درهم نشري اربعه الماكانات ونربح فيهم انا ما تنخدمش مع الناس وقلت لك الناس هذا قبل ما عاد عرفنا انا وياك ما خدام ما والو يا كاين وما كاين ما كاينش هذا كاين ولا ما كاين وعلاش تبقاي معايا اللي انا ما خدامش علاش تبقاي معايا علاش طحتي معايا يقول لي انت فهميني علاش طحتي معايا وعلاش عرفتيني حنا كنا مفاهمين كنا صاحبين هضري معايا بالمعقول دابا دخلتي معايا بالمعقول هضري معايا بالمعقول علاش عرفتيني نتحاور معاك باش يسمعونا الناس انا ما عنديش دابا ما بقاتش باش ندير تعبي او نصوني عليكم ونهضر معاكم الا كان ممكن صوني ونكملوا معاك نكمل معاك عبد الله باش تسمعوا واش انا دار مكلس قطعن صوني يعني قطعن إشعار بالناس حرام بك السرير وش انت سيندر البلوك هاي تلعب هاي واخا شوفي مريم سي العابدين اخويا دابا نتوما هادشي كامل عارفينه مع بعضياتكم ياك دابا لا اخويا العزيز انا اللي بقى فيا الحال اللي بقى فيا انه هي اللي بغاتنا نسال وهي اللي دارت هادشي هذا فهمتيني انا ما داير لها حتى شي حاجه واخا
دابا واش كاين فين واش كتبغيو بعضياتكم كاين فين تلعبوا الشيطان ولا بن واخا دابا هاد الهضره هادي حيت نتوما راه خصكم بوحدكم خصكم لايف واحد دابا واش كاين فين تلعنوا الشيطان انت وياه ولا لا؟ انا اخويا راني لا عش الشيطان راه هي الشيطان اللي راكب انا ما انت يا مريم كاين فين تلعن الشيطان ولا لا؟ نعم لا خويا ما كاين فين تلعن الشيطان صافي اختي نتوما راه القصه ديالكم شويه فشكل الله يسهل عليكم الله يسهل عليك اسي العابدين الله يسهل عليك اختي مريم مرحبا مع السلامه مع السلامه ديري يا خوت على قصه كي دايره هاد لا فيديو الى عجبكم ديروا لايك كومونتير تلقاو في فيديو جديد